السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا كتير جدا. عاملين النهارده تحدي، حبينا النهارده ان احنا نغير المكان ونفطر مع بعض برضه في نفس الوقت. معانا كل واحد 5 ساندوتش، 3 فول، واحد طعمية او فلافل حسب ما تسموها، وواحد بيض. الو الو الو، وانا محمد بطل، وانا ان شاء الله هكسب. فرحان بيه بقى جديد لسه. فالنهارده العقاب لازم يكون شرس، وهنعمل عقاب في الشارع برضه متفقين. العقاب هيكون في الشارع يا اما في الكافيه. يلا نبتدي. يلا نبتدي. محمد يلا، كله محمد بطل. انا اللي هبتدي بيه بقى البيض. بسم الله. هو كان محتاج يفطر. تجيب له 5 بس. تحب بسرعة. بسرعة يا رب. ايه السرعة يعني؟ ابتدي في القناة، انت لسه مش مشترك؟ لازم فارق وقت نوصل 150,000 ولا ايه؟ او 100 يعني اللي انتوا عايزينه. كنت جعان، كان لازم افطر. ونسبقك ماشي مع بعض. طعميه.
وايه ده؟ بجد؟ بس 5 ساعات كان المفروض ان كل واحد 10 سهل. بس عارف المشكله معايا في ايه دلوقتي؟ ايه؟ ان حطيت تعمل لي دبيت وبيت اومليت وانا مش يعني سبت عملوا لي بيض اومليت والله. لا لا انا نسيت عشان هبطل كده في الاول الاخير وانا مثابر بطل لعبه كنت مسافر. انتظرونا هنرجع للعقاب بعد الفاصل. قولي ايه؟ قول ايه رايك ننزل نعمل مقالب في الشارع في الناس؟ في الناس في الناس نفسها؟ والله تعالى دلوقتي ننزل نعملها. يلا بينا. بجد؟ وتسامحنا من العقاب؟ لا وهنعمل عقاب برضه. يلا نشوف هنعمل مقالب مع الناس ازاي؟ هننزل نعمل عقاب من محمد في الشارع وكمان نعمل مقالب في الناس. يلا بينا. يلا بينا. بقول لك يا معلم انا جعان عاوز اكل. فكرتني بالفيلم بتاع محمد هنيدي بيقول له انا حزنان عايز اضحك ضحك يا كثير. طب انا عايز اكل اكلني يا كثير. طب انا اقول لك حاجه سندوتشات اصلا عارف جميل ايه انا طالب مع توزر اللي هنا انا التوزر بتاعتي ضاعت يعني يا عم عادي ولا اي مشكله عادي يعني ولا اي مشكله حبيبي. طب تاكدني ايه اللي انت عايزه؟ لازم انا عايز اتقل عليك. لا يا عم ما تقلش عليا يا عم. بس اللي انت عايزه الشباب اللي بعديها واللي فاضله بعديها عادي. طب لو كده بقى شباب قهوه وفنجان بقى او ما هو بلاش بقى يعني ايه موافق ولا ايه؟ يا عم لو متضايق عادي انا ممكن اجيب لك على فكره بعد كده. خلاص بس اجيب البطاقه. خلاص اسيب لك البطاقه بتاعتك بس ما تكلمش الجامعه كده. ماشي حاره اللي حلوه يعني الاحسن ايه؟ اللي انت عايزه. طب خليها حاضر. ماشي اقول لك استنى خليها لحالي استنى خليها لحالي حر. هو مش حر حد ايه انت كده بتتكلم في اي كلام وخلاص. الحر ده اسم زين. الراجل ده بيضحك علينا ينفع كده؟ بس ماشي يا بنت عشان ما تضحكش. خلينا بقى خلينا نخلص القصه اللي انا عامل ده عشان الراجل ده شكله بدا ليه اليوم بتاعه بقى جميل. ادي اهو انزل اقعد. استنى اقول لك على حاجه حلوه. استنى انت هو مره قرفان مني اللي كده؟ هو انا شكلي وحش؟ لا. بصوا يا جماعه حسن النهارده عقابه شديد جدا مش هتتخيلوا هو طالب مني ايه. حسن طالب مني ان انا على الطريق دوت شايفين الطريق استحمى بديه فانا بقى همشي له اللي هو عايزه بس يستحمل بقى ويقابل اللي جاي. حسن انت سنتك سودا يا حسن. هات المايك بقى. على فكره العقاب ده صعب جدا الناس هتلم عليا وهتفكرني مجنون. عايز المايك؟ مش مديك المايك. طب امسك عشان ادلقه واجري. لا يا حسن بجد لا 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 حسن حسن بقى شرير يا جماعه. العقاب صعب جدا الناس كلها قاعده تتفرج عليا. انا عايز كله في الكومنتات دلوقتي محمد مش هيعديها لك يا حسن. اوعى تخسر قصاده عشان هيقتلك. يلا بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون العقاب دوت ما عجبكوش وتكتبوا لحسن العقاب ما عجبناش. خليك حنين على محمد ما تنسوش اللايك
عايزين نشير الفيديو يا جماعه، احنا الشير عندنا قليل، عايزين نشير الفيديو، عايزين نشير الفيديو، اللي عايز يدعمنا يشير لنا الفيديو يا جماعه، عايزين نشير الفيديو. مع السلامه.